أنا شربت حب آل البيت مع لبن أمي الذي شربته، لأن الأب والأم من أحباب آل البيت إلى أبعد ما يتصور أي إنسان. فربانا الوالد على حب آل البيت، ما فيش في الوجود إلا النبي وآل بيته، هذا هو ما ربانا عليه الوالد. فعند سيدنا الشيخ عبد الحليم الذي يجود لي القراءات السبعة دارت مناقشة وأنا طفل بيني وبين سيدنا. سيدنا كان ضريرا أو كان بصيرا كما سمى النبي الأعمى بصير، كان ضريرا وكان متفقه وفاهم وكان شاعر. أقول لكم علني سمعته من سيدنا. في يوم كنت جالس قدامه وبعدين قال لي يا ولدي مولانا الحسن، شوفوا دي الرواية دي بقالها تقريبا 45 سنة أنا سمعها من سيدنا، قال لي يا ولدي مولانا الحسن ذهب يزور معاوية وهو مريض. قال لي فمعاوية لعنة الله عليه طلع يتبختر قدام الإمام الحسن ويقول له إيه، وتجلدي للشامتين أريهم أني إلى نكبات الدهر لا أتضعضع. فرد عليه مولانا أبو محمد صلوات الله عليه قال له وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. سيدنا ما كانش بالنسبة لآل البيت موضوع الزيارة والتوسل. فأنا في يوم بقول له يا سيدنا أنت بتنكر التوسل، طيب أمال الروح فين من القرآن؟ احنا عندنا آيتين في القرآن، آية في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وآية في سورة الإسراء أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فرد علي قال لي الوسيلة هي العمل الصالح، مش السيدة زينب يا حسن بهذا اللفظ. أعمل إيه أنا بقى؟ في مسجد قريب من المكتب بتاع سيدنا كنت أروح أصلي ركعتين وأدعو لسيدنا وأنا ساجد، أقول يا رب اشرح صدره لحب آل البيت، عشان صعبان علي أن سيدنا يضيع فطيس كده بالحالة اللي هو فيها دي. كنت كلما صليت أدعو له وأنا ساجد وقد استجاب الله مني. فوأنا في الجيش قدمت إلى البلدة فذهبت لزيارة سيدنا، فقبلت يده فشد على يدي وقال يا حسن تبين أنني كنت على باطل في عقيدتي لآل البيت، وتبين أنهم هم الوسيلة. لو تعرفوا قد إيه كان فرحي يومها وسيدنا يبشرني أن الله شرح صدره لحب آل البيت. وكان كلما جلس في مجلس لا يمكن مجلس يعدي إلا لما يذكر آل البيت ويتوسل بهم صلوات الله عليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خذ حبيبي خلي دي مع الأسئلة. سلام الله عليك سيدي ومولاي الإمام الحجة المنتظر، صلى عليك الله مولاي وآبائك الطيبين الطاهرين. السلام على قطب الدائرة والنواحي مولاي علي بن موسى الرضا رحمة الله تعالى وبركاته. والسلام عليك سيدتي ومولاتي فاطم المعصومة بنت الإمام أخت الإمام عمة الإمام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد. وآله الطيبين الطاهرين المباركين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وبعد، أيها الأحباب، في الحديث القدسي يقول الله جل وعلا: إنني أنا الله وحدي لا شريك لي، محمد المختار عبدي ورسولي. أمته الحامدون الشاكرون، يرضون مني باليسير من الرزق، وأرضى منهم باليسير من العمل. من أتاني منهم لا يشرك بي شيئا أدخلته الجنة، وإن كانت ذنوبه عدد زبد البحر. صدق الله مولانا العلي العظيم. فاللهم يا مولانا، إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. أيها الأحباب، هذه المناظرة التي والله ما هي مناظرة، وإنما جدل عقيم فرضه أعداء الإسلام والمسلمون، فرضوه على أن يحدثوا فتنة واختلافا بين المسلمين، فأتوا بأناس لا عقل لهم، عقولهم معدومة. ومما يدعو للأسف أن علماء الدنيا صامتون كأن شيئا لا يعنيه. أمير المؤمنين يعتدى على جنابه ويساء لحضرته، وإمام الزمان الحجة المنتظر صلوات الله وسلامه عليه يتهجم على مقامه، وعلماء الدنيا صامتون لا شيء. مدام سلمان رشدي لما أساء إلى حضرة النبي وقال ما قال في جناب المولى جل جلاله، ما أحد من العلماء تكلم، حتى عندنا في مصر كانوا يقولون نناقشه نجادله ولكن لا يجوز عقابه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبقى هنا نتذكر بقى الحديث النبوي الشريف: يأتي زمان على أمتي لم يبق من الإسلام إلا اسمه، ولا من المصحف إلا رسمه، قلوبهم خريبة من الذمم، ومساجدهم عامرة بأبدانهم، شر من تظل السماء يومئذ علماؤهم، منهم تخرج الفتنة وإليهم تعود. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ها هم هذه علماء الوهابية، هذه علماء الوهابية نسمع ما لا يجوزه عقل ولا يقره منطق. قائل يقول: خروج الحسين ترتب عليه فساد، وآخر يقول: لا دليل على إمامة أمير المؤمنين. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا دليل على إمامة أمير المؤمنين. مانيش عارف يعني إخواننا الأفاضل اللي قاعدين في المناظرة بيردوا على هؤلاء،
ايه اللي حاصل؟ مش فاهم. شاهم يعني ده حجتنا في امير المؤمنين اسرع من الصواريخ خارقة الفضاء، يعني لنا في امامة امير المؤمنين حجج اسرع من الصواريخ التي وصلت القمر والمريخ. فايه اللي حاصل؟ مش عارف، مش عارف. انا بارجو ان كانت المسألة تمشي على هذا التهريج وهذا النمط الموبوء توقف هذه المهزلة وتنظم مناظرة شخصيات اسلامية علمية تفهم وتعي ما تقول، تفهم وتعي ما تقول. قوم يكذبون بكل السنة، يعني سبحان الله. مش عارف، القرآن يقول انتم بتأولوه تأويل باطني، والسنة ما عندهمش ولا حديث صحيح، بدل في آل البيت لا مش صحيح. كل السنة، في واحد في الدنيا يقول عن حديث الغدير حديث ضعيف، واحد في الدنيا يقول عن حديث علي خير البشر فمن أبى فقد كفر، يقول حديث موضوع. ده الحديث ده أنا واضعه في قصيدة من سنة 93، كنت أزور السيدة الطاهرة بمصر، لها مقام كبير عندنا في مصر. فمن ضمن المخاطبات كنت أقول: قم في ربوع الدنيا والآخرة وحي السيدة الطاهرة بنت الطاهرة، ونادي في الناس بأعلى الأصوات وقل يا بنت سيد السادات، أبوك دار الحكمة باب العلوم، علي على فوق النجوم، تعشقه الفصاحة والبلاغة، إمام الناس إلى قيام الساعة، قال المصطفى هو خير البشر، فمن يأبى من الناس فقد كفر، أخوك الحسين سيد الشهداء، سليل النبوة سبط الأنبياء، صلى عليهم الله وسلم. اللهم صل على محمد وآله. يعني حضرة النبي محمد لا ينطق عن الهوى، لا ينطق عن الهوى ولا في حرف واحد. طب يشوف سيد الخلق كل مقام وضع على منصته أمير المؤمنين على المنصة، يعني جه في القضاء قال أقضاكم علي، أقضاكم علي. الله أكبر، هذا الحديث له قدره، أقضاكم علي. طيب في المحبة ماذا قال؟ قال يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، فاحمدوا الله على النعمة التي أنتم فيها أن جعلنا الله من أحباب أمير المؤمنين. اللهم أدمها علينا وثبتنا عليها حتى نلقاك وأنت راض عنا. الله أكبر. في العلم، في العلم ويا للعلم ويا لأمير المؤمنين في ميدان العلم، أنا دار الحكمة وعلي بابه. مرة أخرى، أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها. الله أكبر. ومرة أخرى، ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي. الله أكبر. ألا ترضى مني أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى
غير أنه لا نبي بعدي. الله أكبر. ومرة يقول صلوات الله عليه: لولا سيف علي ومال خديجة ما قامت للإسلام قائمة. ومرة يقول يوم الزفاف، يوم زفاف الزهراء، يوم أعظم فرح شهدته السماوات والأرض: اللهم صل على محمد وآل محمد. قال النبي: لو لم يخلق علي ما وجدت لفاطمة كفؤا. لو لم يخلق علي ما وجدت لفاطمة كفؤا. كانت فاطمة تظل من غير زواج وتلقى ربها من غير، لأن ما أحد من الخلق جميعا كفؤا له لو لم يخلق علي. الله أكبر، الله أكبر على هذا المقام. لو لم يخلق علي ما وجدت لفاطمة كفؤا. نعم، ما حصلتش في تاريخ الدنيا، لم تحدث معصوم يتزوج معصومة، بنت معصوم، أم أئمة معصومين، ليس ذلك إلا لأمير المؤمنين وسيدة نساء العالمين، اللهم صل عليهم. فلا أدري، لا أدري ما الذي جرى في خلق الله. ولذلك أحد أحباب آل البيت رحمة الله عليه كان اسمه الشيخ عبد الرحمن، فكنت أنيبه عني في خطبة الجمعة والصلاة وأنا في مكة والمدينة، ما كنت في عمرة أو حج، أنيبه عني في صلاة الجمعة رحمة الله عليه. جه في يوم قال لي: أنا بدي أفسر لك رؤيا. قلت: خيرا. قال لي: أنا شفتك في الرؤيا وانت في مكة، في الرؤيا بتقول لي، انت تعرف يا عبد الرحمن معنى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، عارف معناها ايه؟ فأنا قلت لك: لا يا مولانا مش عارف معناها ايه. فأنت قلت لي في الرؤيا: الرجس هم الوهابية، أذهبهم الله عن أهل البيت فلا يزورونهم ولا يحبونهم ولا يجلونهم، فده الرجس اللي ربنا أذهبه عن أهل البيت. ففرحت جدا بالرؤية، والله معنى جميل جدا، إنك تبص تلاقي سبحان الله سبحان الله وانت في المسجد النبوي العيال الوهابية اللي واقفين قدام المواجهة الشريفة، تيجي تسلم على سيدنا الرسول يقول لك: سلم على الشيخين، زور الشيخين، زور ابو بكر، زور عمر، ونروحنا نزور الحسين، يقول رحيل الحسين ليه؟ بقى القرآن ينادينا جميعا: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. بقى أنا أجي أنفذ كلام الله؟ تعتبون علينا؟ لو لما رحت أناقشهم في الرياض: يا ستار يا رب، ده زعلانين زعل، تبكوا على الحسين ليه؟ الله، لا إله إلا الله، يحسدون الحسين على بكاء أحبابه عليه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله كان له حق حافظ الأسد الله يرحمه لما بيقولوا له ده الشيعة بيعيطوا على الحسين، قال: وانتوا عيطوا على عمر. يا عطل عمر، ما حيقولهم ايه؟ ما حيقولهم ايه بالله عليكم يعني؟ عيطوا على الحسين، طب انتوا مالكم؟ انتوا مالكم؟ حاجة عجيبة خالص الله. ما هو ليه؟ مش أئمتهم الملاعين تركوا رسول الله بعدما فارق الدنيا وراحوا يتكالبوا في سقيفة بني هاشم، ولا سقيفة بني ساعدة، زريبة بني ساعدة، يتكالبوا على الخلافة ورسول الله لسه ميت؟ طب ازاي ده؟ اي واحد صديق واحد لما بيموت صديقه
ان كان قليل الاصل ما عندوش اصل لازم يفضل طول يومه حزين، طول يومه لازم يفضل حزين، ده اذا كان ما عندوش اصل خالص. وان كان عنده اصل وعنده مبادئ يمكن يفضل سنة سنتين، يمكن كل ما يذكر صاحبه وصديقه يبكي عليه. طب بالله عليكم دول يبوا بني آدم؟ رسول الله الذي أنقذهم من عبادة الأصنام إلى عبادة الواحد الديان وأراهم طريق الحق وكشف عنهم الظلمات، يموت ويتركونه لكن ما لهمش. ما هو أصل حضرة النبي لم يورث ولم يوصي ولم يوكل الأمر كله إلا إلى علي الإمام. الإمام هو الذي تولى كل ذلك. فمرة الشيعة حرفوا القرآن. طب احنا حرفنا القرآن؟ احنا نحرف القرآن؟ طب ازاي ده؟ دي ما تركبش نهائي لسبب واحد، أن عندنا الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. كتاب الله أي خلل لا نقبله نهائي، لا نقبله، لأن ده عدل الأئمة، عدل الأترة. فكتاب رب العالمين، شيعة أمير المؤمنين، شيعة الإمام هم اللي هيحرفوه. طب ازاي حرفوه؟ ازاي يعني؟ ما أنزل الله بذلك، كلام لا يقبله عقل ولا منطق. نحن نؤمن بالقرآن ونعظم القرآن، ومن لم يعظم رسول الله ويحترمه ويوقره فهو كافر خارج عن الإسلام. ومن لم يعظم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة فهو كافر لا ذرة من الإيمان عنده. آيات القرآن مليئة بفضل آل البيت، يقول جل جلاله وتقدست أسماؤه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صلوا على محمد وآل محمد. صلى الله وسلم عليكم سادتي. إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه، لكن لا عيب على الفاجر، الفاجر يقول ما يقول ولا عيب عليه. وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة بأني كامل. دليل على كمال أهل البيت إن الفجار هم الذين يذمونه. طب هتذموا إيه؟ ده الكمال، الكمال والجلال والجمال كله في آل البيت. ماذا تقولون؟ ماذا تقولون فيهم يعني؟ ها هو: دخلت السيدة الزهراء يوما على حضرة النبي محمد. وفي يدها الحسنين، حسين حسن في يدها اليمنى والحسين في يدها اليسرى. وقالت: يا رسول الله، يا أبتي، يا أبتي. بس عجيب إن هي تقول للنبي يا أبتي وهو أبوها، لكن هو كان يرد عليها: نعم يا أم أبيها. الله أكبر، نعم يا أم أبيها. الزهراء أم أبيها، سبحان الله، ما أعظم الله. قالت: ورث ولديك، ادي أولادك. قال: نعم، أما الحسن فله هيبتي وسؤددي، وأما الحسين فله جودي وجرأتي. الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر. أما الحسن فله هيبتي وسؤددي ياهو. ولذلك كان بيحصل ايه انت فاهم؟ كان مولانا الامام الحسن يقف على باب البيت بتاعه، يقف وقفة عادية خالص، طالع مولانا جايز يستنشق الهواء، جايز بعت حد في مشوار، واقف على الباب. اقول لك تيجي من الطريق من هنا تلاقي الناس كمان لحم فوق بعضها، تيجي من الطريق من الناحية التانية تلاقي الناس لحم فوق بعضها، تبص تلاقي المنطقة اللي قدام الباب فاضية، لا حد بيمشي كده ولا حد بيمشي كده. ايه يا جماعة؟ يقولوا بس ما الامام يدخل البيت نبقى نمشي، الشرع يمشي. من الهيبة التي كسى الله بها الامام الحسن عندما قال النبي اما الحسن فله هيبتي وسؤددي، من الهيبة الناس تقف وهو على باب البيت بتاعه، ناس تقف كده ومحدش يجرو يعدي خطوة. وتيجي عائشة ترمي جنازته بالسهام، شفته، وتصوت في وجه الامام الحسين وتقول لا تدخلوا بيتي من اكرهه. يا سلام بيتك. طيب يعني عشان الجهاز العصبي تقريبا عندي خلاص انتهى، يعني هنيجي الى كتاب الله. تعالوا الى كتاب الله عز وجل، الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. بنا حافظ القرآن حفظ حفظ، واحد بيقرأ بيقول والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. هي والله عزيز حكيم. الشيخ قال والله غفور رحيم. واحدة قاعدة قالت مش ممكن مش ممكن، الآية لا يمكن تكون كده. قالها ليه؟ قالت له لأنه لو غفر ورحم ما أمر بقطع اليد، ولكنه عز فحكم فأمر بقطع اليد. حاجة أوتوماتيك كده على السليقة والبديهة والفطرة. قالت له لو كان الآية نصها غفور رحيم ما كانش يبقى فيها أمر بالقطع، كانش يقول فاقطعوا أيديهما أبدا، لكن أكيد عزيز حكيم عز فحكم فأمر بالقطع. الله أكبر. شوف ولذلك يقول لك لو أراد واحد أنه يغير في القرآن حرف واحد، حرف واحد حب يغيره في القرآن، لأنطق الله الأجنة في بطون أمهاته وقالت له كذبت يا عدو الله. ما ينفعش، إنه كلام الله المنزل على قلب رسوله محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله. وأهل البيت كانوا يقومون الليل بالقرآن، هو القرآن حبيبهم. ومن وصايا أمير المؤمنين وهو على فراش الموت عليكم بتلاوة القرآن لا يسبقكم إليه أحد. الله أكبر. القرآن، والقرآن هو أبو الحجة. ولذلك شوف أول ما تقرأ آية قال الله تعالى خلاص تخرس الألسنة، السنة كلها تخرس، ما حدش يقدر يتكلم. قال الله، طب وهل بعد قول الله قول؟ لا. وشوف سبحان الله، واحد بيسألني مرة بيقول لي ايه، بيقول لي يعني مش الآية بتقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي؟ قلت له آه. قال لي طيب وما إيه الفرق بيني وبين النبي؟ قلت له بينك أنت وبين النبي؟ قال آه. قلت له إزاي يا ابني يعني؟ إزاي؟ خدنا ليلة طول الليل في الكلام على ما خص الله به الحبيب محمد
صلي وسلم وبارك عليه. قلت له يا حبيبي لازم تفهم ان فيه تشبيه في تشبيه وفي حقيقة. قلت له انت فاهم ان ربنا لما يقول للنبي قل انما انا بشر مثلكم هل يبقى النبي زينا زيه؟ قال لي اه انا فهمت كده. قلت له طب تؤمن بيه ليه؟ هل انا مطلوب مني امن بيك؟ قال لا. قلت له هل مطلوب منك تؤمن بيا؟ قال لي لا. قلت طب ولو النبي زين وانت طب نؤمن بيه ليه؟ قلت له ده اقرب حاجه نؤمن. ايه الدليل بقى امن بيه عشان ايه؟ زيك زيه. قلت له تعالى بقى هات لي صفه واحده انت زي النبي فيها ونمسك من الاول. امك لما حبلت فيك تعرف ايه اللي حصل؟ قال لها والله ما اعرف انا كنت حاضر. قلت له لا اسالها. شوف القيء والوحم والتعب والاحلام المفزعه في الليل حالا. ده في نساء والعياذ بالله ما بتيجي تتوحم تاكل حجاره. يعني الحمد لله ان ربنا ما خلقناش نسوان، يعني دي نعمه كبيره جدا اشكروا الله عليها. تاكل حجاره. قلت له عارف سيدنا النبي لم يكن في حمله لا ثقل ولا وحم ولا تعب، وكانت امه كل ليله ترى نبيا من الانبياء يبشرها برسول الله. الله اكبر الله اكبر. قلت له طيب انت لما انولدت بقى تعرف ايه اللي حصل؟ قال لي لا. قال لي انا من ما كنتش حاضر انا عارف ازاي يعني. قلت له تبقى تسال امك في الموضوع ده. شوف نزلت ومعاك كمان من النجاسات وفضلت امك تنزل دم شوف كم يومه اللي حصل. قلت له عارف الحديث اللي وارد ايه؟ صلى الله على حضرته يقول انا دعوة ابي ابراهيم وانا بشرى اخي عيسى وانا رؤيا امي التي رأت. ده الماديات انقلبت معنوياتنا. دعوة ابي الدعوة دي شيء معنوي. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. أهو دعوة إبراهيم. وأنا بشرى أخي عيسى وأنا رؤيا أمي. قالوا وماذا رأت أمك؟ قال رأت أمي حين ولدتني نورا أضاء لها قصور بصرى ببلاد الشام. صدق رسول الله. الله أكبر الله أكبر على حضرة النبي. طيب وولد رسول الله، ولد نزل من بطن أمه ساجدا على الأرض رافعا يده إلى السماء وساجد ساجد. أول كلمة قالها قال الحمد لله رب العالمين. جد عبد المطلب سماه محمد. يا سلام يا سبحان الله يا سبحان الله. بيقولوا لي يا عبد المطلب الاسم ده مش مشهور عندنا ولا مشهور عند العرب، انت اسمه؟ قال رجوت ان يحمد في السماوات والارض. الله اكبر. سيدنا النبي يا اخوانا مما خصه الله به اسمع ما شو بيقول ايه. خص نبينا بعشر خصال لم يحتلم قط وما له ظلال والأرض ما يخرج منه تبتلع كذلك الذباب عنه ممتنع تنام عيناه وقلب لا ينام يرى من خلفه كما يرى من أمام لم يتثاءب قط وهي السابعة ولد مختونا إليها تابعة تعرفه الدواب
الشاب حين يركب تأتي إليه سرعة لا تهرب، يعلو جلوسه جلوس الجلسة. صلى عليه الله صباحا ومساء. صلوا على محمد وآل محمد. خص نبينا بعشر خصال لم يحتلم قط، لم يحتلم قط. نعم، ده البخاري بيقول ان هو كان يتبول وهو واقف. شوف قلة الادب، شوف قلة الادب وصلت لدرجة ايه. واحد بيضحكني بيقول لي، بيقول لي انا قعدت معاه فبيقول لي انت بتطعن في البخاري؟ قلت له يا ابني بس مش نستعمل عقلنا، هل انت تصدق ان النبي يتبول وهو قائم؟ قال لا يمكن يكون البخاري قال كده. قال له صاحب يا سيدي ادي البخاري خد اقرا. قال غاب عني اسبوع وجه بعدها، قال فكرت ان ربنا هداه. بقول له عملت ايه؟ قال والله البخاري كتر خيره، انا عندي بتبول وانا واقف زي ما البخاري قال. يا خبر اسود، ايه ده؟ ايه ده؟ فسيد الخلق صلى الله على حضرته وآله الطيبين الطاهرين المباركين لم يحتلم قط، وما له ظلال، يمشي ملوش ظل، الوحيد. سيدنا النبي كان يمشي لا ظل له. يا سلام، ده احنا هنشوف بقى أمير المؤمنين قال ايه. قال ما قام رسول الله صلى الله عليه وآله في ضوء الشمس والقمر إلا غلب نوره نور الشمس والقمر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر يا أمير المؤمنين يا أبا الحسن، الله أكبر. نعم نعم، وما له ظلال، يمشي ملوش ظل. ففي جماعة بيقول لك ربنا رفع الظل بتاعه من على الأرض معجزة. ليه؟ أنا ممكن أبقى ماشي في ريحك بجوارك كده والظل بتاعي قدامك وأنت تروح دايس بالنعل بتاعك في أي منطقة، ما هو الظل ماشي قدامك، ظلي بجوارك وظلك بجوار اللي في ريح منك. فعشان لا أحد يطأ الذات المحمدية فمنع الله الظل حضرة النبي. طيب جماعة أبلغ قالوا إيه؟ قالوا لا، أصل المفروض الذي يظهر له ظل الكثيف في الشفاف، يعني ما يكون فيه شمعة وانت تقف قدامها يظهر لك ظل على طول، عشان أنت كثيف الجسد في كثافة، الشمعة ضوءها يظهر كثافة جسمك. لا طيب، لو انت جبت لمبة 25 فولت وحطيتها بجوار لمبة 100 يظهر للخمسة وعشرين ظل في نور 100، فالواحد يظهر له ظل في الشمس لأن ضوء الشمس أقوى من نوره، وفي القمر لأن ضوء القمر أقوى من نوره. رسول الله نوره أقوى من نور الشمس والقمر، فالمفروض الشمس والقمر هم اللي يظهر لهم ظل في النور المحمدي. يا سلام، الله أكبر، الله أكبر. يبقى احنا بقى لما نقرأ بقى سورة الأحزاب ما نستعجبش بقى، ده موضوع عادي بقى. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل عليه وآله الطيبين الطاهرين.